للحديث أكثر معنا عبر الهاتف الأستاذ سعود اليوسفي، مدير عام مكتب الأحوال المدنية في مأرب. أستاذ سعود يسعد مساءك وأهلا وسهلا بك. حدثنا عن أهم العوامل التي استطاعت الميليشيات الحوثية من خلالها خداع فئة المهمشين المجتمعية البسيطة وجعلت الكثير منهم يقاتلون في صفوفها. مساء الخير وتصحيح، مدير عام الخدمة المدنية مأرب. مدير عام الخدمة المدنية. نعم نعم. في مأرب. بسم الله الرحمن الرحيم. رحب الأخوة المشاهدين والضيوف ونشكر قناة عدن على هذه التطرق لهذا الموضوع الهام. ولا شك أن هناك مخرجات الحوار الوطني اللي شملت كل قيادات الشعب اليمني بما فيهم المواطنين المسميين المهمشين. وفيه استراتيجية وضعت لدمج المهمشين، وهنا في مخرجات الحوار وكذلك إنشاء الهيئة الوطنية للمهمشين، لكن جاء الانقلاب الحوثي وهدم كل ذلك ما قاموا به في مؤتمر الحوار الوطني. وهذه الشريحة هناك دراسات، لكن دراسات غير دقيقة، وصلوا إلى 3 مليون وإلى أعداد أخرى لأنهم منتشرين ومتوزعين في معظم المحافظات اليمنية. ولا شك أن الميليشيات الحوثية استخدمت هؤلاء المهمشين، وهذا الموضوع يعني من المواضيع الهامة والحساسة، وكيف يمكن دمجهم في المجتمع. أولا نحب إيجاد تسمية مناسبة لهذه الشريحة المهمة، فهم مواطنين يمنيين متساوين في الحقوق وواجبات الدولة، وهم في الأخير مواطنين يمنيين، وقد تساهم تسميتهم بالمهمشين في ابتعادهم أكثر عن المجتمع. عدو أقول أن أهم أسباب في زيادة أعداد شريحة ما يسمى بالمواطنين المهمشين هي الحرب الظالمة التي شنتها الميليشيات الحوثية على اليمنيين، وقد ساهمت هذه الحرب في عزل أعداد كبيرة من اليمنيين عن مجتمعاتهم المحلية، فأصبح ابن صنعاء مهمش في تعز، وأصبح ابن تعز مهمش في إب، وأصبح ابن عدن مهمش في محافظة أخرى، وهكذا. نعم. كما لا ننسى أن الميليشيات الحوثية استغلت الظروف المعيشية لهؤلاء المغلوب على أمرهم، واستخدمتهم ضمن المقاتلين لمقاتلة أخوانهم اليمنيين. وأهم ما يمكننا عمله لدمج المهمشين بالمجتمع هو إنهاء الحرب وقيام المنظمات الدولية بواجبها الإنساني تجاه هذه الشريحة وغيرهم من شرائح المجتمع كالنازحين. نعم أستاذ سعود، بلا شك هناك العديد من الأساليب والطرق التي يمكن من خلالها منع أو على الأقل الحد من ظاهرة استغلال الميليشيات الحوثية للمهمشين. ما هي هذه الأساليب والطرق أستاذ سعود؟ أولا يعني التوعية وعلى السلطات المحلية والمنظمات في المحافظات الاهتمام بهذه الشريحة، وعد الورشات والدورات وتأهيلهم، وعد تأهيلهم، توفير لهم السكن، توفير لهم يعني الصحة، مشاركتهم بالمجتمع. نعم. أي هناك تسجيل سواء على مستوى أي قطاع يجب أن يحظوا يعني بنسبة جيدة. هنا في محافظة مأرب يعني قام الأخ الواسطة العرادة حافظ المحافظة ببناء أماكن سكنية لمجموعة كبيرة من المهمشين وتعويضهم في مساكنهم السابقة، فهذا نموذج. وكذلك في بعض المحافظات نأمل من الحكومة الاهتمام بهذه الشريحة وإعطائهم الأولوية على مستوى كل الأعمال. جميل. هناك يعني هم بحاجة للصحة، هم بحاجة للكوادر يعني صحية، هم بحاجة إلى أن التجار بحاجة إلى دمجهم في المجتمع أو القطاع العام والدولة. أنا حتى في القانون يعني في يعني نطالب الحكومة بالتشريع بعض اللوائح ومجلس النواب بحيث أن هؤلاء شريحة وهم مواطنين يمنيين ويستحقون كل الدعم والتقدير، لكن هناك يعني ما تقوم به الميليشيات الحوثية هو يخرب كل ما يسعى إليه. هناك منظمات دولية تأتي من أقصى العالم من أجل الاهتمام بهذه القضايا، وهذه شريحة يعني لهم الحق في المواطنة المتساوية وفي الحقوق، لكن نلاحظ أن الميليشيات الحوثية تحت ما يسمى أحفاد بلال أنها قامت بقتل أدمغتهم كما قتلت أدمغة الشعب اليمني أو بعض الشعب اليمني أو بعض الفئات بحربها الظالمة، وأن هؤلاء أحفاد بلال أنهم يقتصون، وهكذا تجدونهم يعني ضمن القتلى والأسرى. وهذا مع الأسف الشديد
ملاحظه في معظم الجبهات. وهنا طيب. اختي الكريمه لو سمحتي يعني انه انا وبهذه المناسبه احنا ندين جرائم الميليشيات الحوثيه الارهابيه واطلاقها الصواريخ البالستيه على المواطنين والنازحين بما فيهم المهمشين. يوم امس اطلاق صاروخ على منزل الاخ الشيخ علي بن حسن من غريب من مشايخ عبيده ومن القيادات المقاومه الشعبيه الذين وقفوا في وجه الميليشيات الغازيه المارب واستهدفوا منزله يكتظ بمئات الاطفال والنساء والمواطنين. وهذه هي الجريمه الثالثه او الرابعه لاستهدافها في اقل من اسبوعين. نطالب المجتمع الدولي والامم المتحده والمبعوث الدولي والامريكي نطالبهم بادانه تلك الجرائم التي لا تفرق بين مواطن او مهمش. هذه الصواريخ وهذه القاذفات التي ترسلها هي جرائم يعني كبرى. نطالب المجتمع الدولي والسفراء بإدانة تلك الجرائم ومعاقبتهم، ونعمل من الحكومة أن تصل أو أن ترسل هذا الصوت إلى مجلس الأمن وعبركم وعبر وسائل الإعلام. نتمنى أن 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 يتحمل المسؤولية في نقل المعاناة التي نحن نتكلم اليوم عن المهمشين. نعم أستاذ سعود. نعم. بما أنكم مدير عام مكتب الخدمة المدنية في مأرب، ما الذي جعل برأيكم ما الذي جعل الحكومة أن تفشل في استقطاب المهمشين للقطاع العام أو زجهم في القطاع العام من حيث الوظائف والقيادات أو المراسم القيادية والإدارية؟ حقيقة يعني دور الحكومة يعني غير مجدي، ولكن هنا يعني قد نكون يعني هناك في محافظات لا ندري كيف وضعها، لكن في محافظة مأرب هناك يعني طولهم يعني مكانة سواء على مستوى التوظيف بالنسبة للتعاقد أو كذا في 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 بعض المنشآت مثل صندوق النظافة والتحسين، مثل يعني بعض المؤسسات التي يعني طلبت هذه الفئة لعمالتها والاحتياج المنطقة لها. كما أن أكرر لك أن القانون واللوائح يعني هي لم تنص على أنه هذه فئة يجب أن يكون لها 5% و10%، وهذا يعني نطالب به لأنه الحقوقيين وأصحاب القانون أنه على الحكومة وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية يعمل دراسة حول هذا. ولا شك أن هناك دراسات ولا شك أن هناك متابعات، لكن كلما قامت به الحكومة سواء في الفترات السابقة جاءت لها الميليشيات الحوثية ودمرت كلما كان مؤسس له. جميل. الآن أنه تفضل. نعم تفضل أستاذ سعود. أقصد هنا في مأرب يعني أنه بصراحة يعني هنا على مستوى مثلا بعض القيادة أتيحت لفئات الترشح على مستوى المجلس المحلي للمحافظة أو المديرية، ونجح بعض الأعضاء ويعني يقوم بدوره على أكمل وجه. وكذلك يعني هناك يعني من يمسك أعمال في مؤسسة الغاز أو في بعض الشركات، إلا أن الدور الذي يقوم به يعني جيد، لكن لم يحظوا بالاهتمام الكامل من قبل الحكومة على المستوى المركزي. جميل. إذن الأستاذ سعود اليوسفي مدير عام مكتب الخدمة المدنية في مأرب، شكرا جزيلا تواجدك معنا.